مهرجان هذا مهرجان باهي، وان شاء الله معناها يكون في حاجه باهيه للقروان، على الاقل الواحد يلقى من يتفرهد وين يبدل الجو، وان شاء الله تكون حاجه مزيانه، وان شاء الله يتم على اكمل واجب كيف نقولوا نحن، ان شاء الله تكون الناس الكل مريقله ومنظم كيف ما نحبوا نحن الناس الكل، ان شاء الله ان شاء الله نوردو يفرحنا بالغنيه نتاعو المزيان، وكيف ما صبر باهي باش يشرفنا للقروان، ان شاء الله تكون حاجه اضافه جديده للقروان، وان شاء الله يكون مهرجان يتعدى مريقل ونعملوا جو مزيان ان شاء الله. مهرجان السنه يتعدى مزيان، وان شاء الله يتحسن من هنا القدام يولي خير من هكا، ان شاء الله نشوفوا فيه مثل عروض ما خير، وان شاء الله نشوفوا بزيد جمهور ان شاء الله باش يولي عندنا مهرجان نجموا نحكوا عليه في قروان. مهرجان هو الوحيد اللي عندنا في الصيف، هذيك الحاجه الوحيده اللي نجموا نتحركوا فيها في الصيف. اكيد الفعاليات نتاع المهرجانات فيها تاثير ايجابي للبلاد ككل، وزيدا للشبيبه، خاطر بحكم ان ما ثماش متنفس اخر غير المهرجانات تفرهدوا فيها، بحكم انه حتى سنها كتشوف الصيف معنا وبحر ودنيا والقرش الازرق ما عرفش شنيها، ومن على القليه ثم مواكبات باهيه في البلاد هكا تشجع الشرائح تخرج تنضم تتفرهد تبدل الجو كمان. احنا نتمنى انه المهرجان هذا يكون كيف ما نقولوا فتحت خير على القروان، وزيد معناها يكثروا منه ويوليو فما مهرجانات اخرين كيف مهرجان الفسقيه، تحيه للبلاد، دوره اقتصاديه، العباد اخرين يجيو من بلدان اخرى للقروان باش يحضروا المهرجانات، بدره طيبه وان شاء الله تكون فيها فايده لنا القروان ان شاء الله. مهرجان الفسقيه بصراحه فكره ممتازه جدا، فماذا بينا احنا كقراوه ومتسكنين متعاملين القيروان نشوفوا حوايج باهيه كمان هكا، العباد فدت ما مش متنفس بصراحة، لازمنا حاجة مزيانة كمان هكا، والأسماء اللي ذكرتها ديجا معتها ما شاء الله، معتها صبر بيعي، نوردو، ما عرش بلطي، سيبيان، حاجة باهية على الأخر، ونصور ثم قبيل كبير ياسر من العباد، خاطر ماذا بيهم بالحق، علاش نمشي للساحل، علاش نمشي ونخرج لتونس كذا، ثم عباد تحب الحق تشوف حاجة مزيانة ياسر على بلاصتها لهنا، خلينا نشوفوا قروان مزيانة، خلينا نشوفوا بالحق دنيا أخرى في قروان. إن شاء الله المهرجان هذايا متاع الفسقية يلقى يعني حضور كبير من قبل الجماهير، وخاصة الناس اللي ما أسعفهاش الحظ باش تمشي المناطق السياحية وتفرهد، باعتبار ما تعرف الظروف يعني الاقتصادية متاع العبيد، وفرصة هي جيدة. أول حاجة نشكر الناس اللي سهرت على تنظيم هذا المهرجان، خاصة وأنه الفسقية يعني فضاء نجم نقوله تاريخي ثقافي، منك تبرز يعني القيمة التاريخية والثقافية والحضارية الفسقية اللي في الحقيقة راه منذ سنوات تعدت يعني المحاولات لإحياء هذا المكان، وإن شاء الله نتمنى أن العروض تكون في المستوى وتلبي جميع يعني الأذواق الفنية، سواء معناتها من عروض شبابية، عروض يعني كما سي بشير السين وغيره، تلبي يعني رغبات وتستجيب للأذواق يعني القديمة، وتكون يعني متنوع العروض، وإن شاء الله تلاقي اهتمام يعني الجماهير في القيروان. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.